بتملل يعني من الاسئله المذيع. ايه يعني يقول له للمذيع اتعلم كم سؤال خلينا نتحرك. شو الاسئله هي اللي عم تسالنا اياها؟ كلها اسئله فاضيه. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. الله يعطيك العافية بهالبرد. الله يعافيك يا رب. أهلا وسهلا فيك. شايفين هالشاب الظريف؟ أنت مدير هاي المؤسسة؟ الله يعطيك العافية. الله يكرمك يا رب. إيش مولدك؟ مواليد 88، 1988. درست؟ درست تخرجت الشريعة بالإضافة معي دبلوم في إدارة الأعمال ومدرب دولي في علوم القيادة والتطوير الذاتي. الله يعطيك العافية. يعني هي المؤسسة حكونا عنها والناس هنا يعني الأهالي المجتمع كله المؤسسة الرموز فيها اللي بدنا إياه فيها، فالظاهر محققين أنتوا يعني نتائج طيبة. والله الحمد لله نحن بدأنا هذا المشروع من أكثر من حوالي 4 سنوات. الإشكالية التي يعاني منها بشكل عام الشباب أو المجتمع السوري الآن في هذه الغربة أنهم يحتاجون للغة العربية، يحتاجون للغة التركية مثلا، يحتاجوا للقراءة والمطالعة والثقافة بشكل عام. فكانت الفكرة أنه نؤسس مكتبة نبدأ فيها مع الطلاب لتدريبهم على القراءة وعدم الانقطاع عن اللغة العربية بشكل عام، ونقيم دورات اللغة العربية تقوية للطلاب، نقيم دورات في اللغة التركية لمساعدة الطلاب في القبول الجامعي، خدمات طلابية، كل ما يتعلق بهذا الجانب. يعني حلو أنه الواحد في عنده هدف ماشي عليه. أكيد الحمد لله. يلا ما حنوقفك ببرد أكثر من هيك. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. الاسم الكريم؟ ياسين أبو اليمام. اهلا وسهلا فيك اخي ياسين. يعني انت اللغه العربيه اخذت كثير من طبيعه الكلام. انا تدربت من صغري على التحدث باللغه العربيه فصارت طبيعه، وذلك واحد ما حيعرفك يقدر يعرفك من اي محافظه. نعم يسالوني كثيرا اهالي الطلاب انت من الخليج ولا مثلا من الرقه ولا، فدائما بقول لهم انا حلبي. ايوه في حتى بعض الكلمات ما زالت اجباري يعني لابد ان تخرج، هي اللكنه لابد منها. عندك هون أطفال وفي يعني شباب من عدة مستويات بهذا الجانب، عندنا من عمر 4 سنوات لعمر 70 سنة. نعم، فعندنا قسم لتعليم اللغة العربية للأطفال، عندنا قسم دورات اللغة التركية للأطفال، بالإضافة عندنا دورات مثلا التنمية والتطوير الذاتي، كيف تعد خطة للشباب في هذه الغربة، إدارة المشاريع الصغيرة، كل ما يتعلق بهذه الجوانب. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. تفضل تفضل. هون المكتبة يعني دغري مباشرة. الطابق الأول. أيوة. الطابق الأول هو مكتبة عربية. مرحبا الله يعطيكم العافية. طبعا نحن المكتبة العربية الأولى في مدينة بورصة، يعني الآن هي الوحيدة وما في غيرها. هذا بيعانوا منه كثير باسطنبول، يعني الدور دور ما تلاقي مكاتب قليلة. نعم. كثير. لكن يعني الآن في اسطنبول يوجد صار فيه كثير. نعم. أيوة. لكن بورصة الآن الوحيدة. هاي شباب فيه موجودين الحمد لله، في إقبال جيد على القراءة والمطالعة. ونحن كنا في البداية عندنا تخوف أنه ما يكون في إقبال بسبب أول شيء الوضع المادي للناس، بالإضافة لذلك أنه في كان إشكالية بأنه عدم وجود الكتاب، فالناس ملتفت للبي دي اف أو للإلكتروني. ولكن لما جبنا الكتب ما شاء الله صار في إقبال كبير، وجدنا في حاجة فعلا ماسة جدا لهذا الجانب. يعني هذا موضوع شائك من وقت اللي كنا بيسوي أن الكتاب صار بعيد عن الكتاب، ما زال بالعكس الاستمتاع لا يكون إلا بالكتاب الورقي، أما الكتاب الإلكتروني فضعيف جدا. أهلا وسهلا كيفك؟ الحمد لله. يا عيني عينك. شو جاي هون تساوي بالمكتبة؟ ها قلي. جينا عشان استعدت أنا شعب تعالوا لهون. بس نطلعوا لهون نتفرج بعدين بنقرر بقى. نطلع الدرس. طيب شو رأيك بك بالمؤسسة؟ أنت شو شايف هون بالمكتبة؟ شو اللي حابه؟ حلبين. ايه كل يوم ولا كل سبت وكل احد؟ كل سبت واحد. شو اسمك؟ محمد. محمد يعني على الطاقية الظريفة. بتبيعها؟ ما بعرف قديش. لا لا مو قديش اشتريتها، اقول لك بتبيعها؟ ايه ببيعها بس قديش؟ يعني معروف عن الحلبية ما في، كله اقتصاد وتجارة وكذا. انا بدفع لك فيها 5.
5 بقبل. معناته هي اقل. شو ناوي يا محمد بالمستقبل هيك بالدراسة؟ ناوي احفظ القرآن وصير عالم ان شاء الله. ان شاء الله هيك ونشوفك بعلى المراتب. يعني الطفل عادة يعني هيك حركته قوية بالبيت يعني نفس الشيء؟ انت بنتك هون حرك ونشيط. نفس الشيء. معناته مفتوح المجال بالبيت. طب مين قال لك تجي لهون وتتعلم؟ في حدا قال لك ولا حدا؟ الله يجزيه الخير الاستاذ ياسين بعث لنا على الجروب انه تعالوا مشان نعمل دوره. وسمعت الكلمه انت؟ اكثر شيء بيعجبك هون بهال مو بس بالمكتبه يعني بالكل؟ اكثر شيء بيعجبني انه حفظ الحديث النبوي الشريف وحفظ القران. الحمد لله الان عندنا اكثر من 450 طالب في هذه المؤسسه يتعلمون اللغه العربيه بالاضافه للغه التركيه واللغه الانجليزيه. رقم مو سهل 450 يعني عدد. اكيد اكيد وبالاخص في هذه الظروف انه الان المدارس التركيه تفرض على الطالب انه لازم يداوم بالمدارس التركيه. يعني نحن جينا بدون موعد بس هيك حبينا نتفرج بس. الله يسلمون يا رب. يعني انت عندك دائما يعني بالحصة هذا العدد؟ ايه الحمد لله. يعني بهالعمر بيكفي ما؟ يعني بدهم بال طويل؟ ايه لك عم بدهم بال طويل وروح مطاطة. ايه كتير مو شوي. الله يعطيك العافية. الله بياكم. أنا جيت مع المدير هو قال لي بتفوت إن أنا إيه. حياكم الله بياكم. يعني أهم شيء الواحد ما يقطع الدرس. حياكم الله بياكم. أسأل الله يعطيك العافية. والله بنتك قريب منهم يعني ما أكبر منهم كثير. أول أمل مهم جدا هو إنه تعليم القرآن الكريم بس الواحد يتقن القرآن الكريم ويصير متقن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما يعني العمر ما بيعطيه يكون عمري 50 سنة أو 40. مهم أتعلم صوت متقن إنه زكاة العلم التعليم فواجب علم عليه. فبلشنا بالصغار وحتى أحد العلماء قال شافوه أستاذ المنام قال شو فعل الله بك؟ قال غفر لي بتعليم الفاتحة للأطفال. الله الشباب يعني هيك من آيين تنآية ما؟ طبعا حلا هون هو دور التجويد إلى 5 مراحل. طبعا يبلش واحد من المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حتى اتقن القران الكريم. في اتقان مع حفظ هيك بكمل حتى ينهي القران الكريم وبكون هو حتى فايت بدوره اخرى عند الشيخ فوق حفاظ الوحيين هي بالحديث الشريف. فبيكمل هناك الحفظ وكمان الشيخ بيتابع معهم لحتى يخلصوا حفظ القران الكريم وحفظ الحديث الشريف. حضرتك انت عم تعلم هون يعني انت اول مره تخوض هي التجربه ولا سابق في كان لك؟ أنا الحمد لله رب العالمين قرأت القرآن على شيخي وجازني بالقراءة أنه عجيز وعلم كان القرآن الكريم. فبالبداية كنت عم علم وسمع للطلاب. فالشيخ تواصل معي أنه أعطي دورة التجويد وبدأت بهذا الشيء. طبعا مع الصغار مو مع الكبار مو مع المتقدمين. لساتني أنا كمان عم مدرس وما يعني هذا الشيء ما بوقفني أنه ما أعلم يعني بس بقدر اللي بتعلمته. فأنت كثير مرتاح بهي المرحلة على أنه عم تساوي شيء؟ الحمد لله. أنه قلت لك زكاة العلم التعليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. حتى عندنا هون بلفظ الجلالة في عنا الهمزة انتبه عليها ما تروح معي. الله الصمد. الله الصمد. الطابق الثالث هلا لسه في عندكم الرابع وخامس. الان هذه دورة التجويد للنساء. حلو. من عمر ال 12 سنة فما فوق ممكن لل 60 70 سنة. الحمد لله اقبال كبير على مشاريع القرآن والحديث وبأساليب متنوعة من قبل آنسات متخصصات. صرنا بالخامس. الان احنا بالطابق الخامس. عندنا دورات اليوث اللي هي يهيئ الطالب للدخول لامتحان القبول الجامعي. صح. قبل المرحله الجامعيه.
كيفك؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية. قاطعين شوط ولا ها؟ شلون؟ يعني انه مشيتوا ولا بداية الدورة؟ الحمد لله والله ماشيين. ايه ماشيين. ماشيين ايه ماشيين. لوين آخر شيء؟ إن شاء الله على الجامعات. يعني انه في ضوء، يعني الواحد عرفان انه اصعب شيء الواحد انه يمشي على السواد انه ما في شيء. كان في هيك ترتيب بالنسبه لك؟ ما تصور ما بالحياه انه شو ممكن يصير. واحد بيحط حلمه، بيحط مستقبله، يعني لو فكر هو شاب عمره 15 سنه ما بيمنع. الدنيا كلها تغيرت معك، يعني اثرت شيء بتوازن الواحد ولا كيف؟ لا انا بالنسبه لي يعني صح هو الوضع اختلف، بس يعني من وقت ما كنت بسوريا حاطط ببالي انه يعني بدي اكمل وفوت على الجامعه وفوت هندسه برمجه. ولهلا يعني حاطط ببالي فوت هالفرع. معناته الامور ماشيه معك بخير؟ ايه يعني ما اختلف شيء. يعني في اختلاف بس يعني انه من ناحيه الدراسه طبعا يعني هي ابدا من كل شيء. طيب شو الاختلاف هيك اللي بتحسه انه هو غير شخصيتك؟ شو اسمك؟ ماهر. ايه معك انت ماهر، يعني شو الشيء اللي اختلف يعني كتير فرق؟ كتير فرق ما بعرف صراحة. وفي شيء بس ما بينحكموا. يعني هلا اكتر شيء انا يعني بتضايق انه طلعت من سوريا. هلا صح بسوريا يعني لو كنت بسوريا كتير في عالم بيقولوا لي انه ما في كتير مستقبل، يعني بيدرس مهندس كأنه يعني اخر شيء بفوت مع معلم شاورما او هيك شيء. فحتى بجيبته منيح انه مثلا طلعنا على تركيا كملت دراستي هون، بس يعني انه عم فكر انا انه بس اتخرج ان شاء الله بدي ارجع على سوريا. بتاكل هم الطلاب انه يتعلم لحتى تمشي اموره؟ اكيد ما اكيد سبحان الله. فبتلاقي منهم هيك شوي انه امتى مخلص من هاي المرحله، لحتى الشباب السوريين بتحسهم يعني انه يعني في شيء بدهم ينجزوه بدهم يساووه، ولا يعني حاسينه مهمه صعبه؟ لا هون وضع مختلف عن البلد، يعني هون في فحص القبول هذا فيه صعوبه كتير، خصوصا للي ما له ماكن بالاصل بالرياضيات، لانه فحص كله رياضيات، فاذا ما كان متمكن وما عم يتعب على حاله في صعوبه، يعني شغله مو روتينيه يعني. الله يعطيك العافيه. اسم الكريم وائل ملحم. وايضا دورات تجويد للشباب الكبار. قال فمن ربك يا موسى، ادغمنا النون في الراء. مثلا عندنا القلب، اعطيني مثال على القلب بالحكم التالي. من بعد ايش عملنا؟ اقلبنا الباء الى قلبنا النون الى ميم عند تمام عند نقلب النون الساكنه الى ميم. ميم بعد. الاصوات بالشتاء شوي تاخذ وقت، ما كالعادة يعني برد وما برد هالامور. الله يعطيكم العافيه. يلا هون في شباب يعني ها يعني ما شاء الله يتعلموا قران، يعني همتهم طيبه ان شاء الله، واللي همته طيبه رب العالمين ان شاء الله بلغمناه باذن الله ان شاء الله. غير انه يعني حتى يعني قراءته للغه العربيه بتصير بالمقدمه بحكم الحكي العامي وبحكم تحدث اللغه التركيه، صار في ضعف شديد في اللسان العربي. فنحن عم نعاني كثير معهم بهالناحيه، لكن رب العالمين تيسير منه ان شاء الله باذن الله. يعني هن عم بيشتغلوا لكن مو مثل ما كنا عم نشتغل في سوريا. في سوريا كان الامر اسهل بحكم انه ما كان في لغه دخيله او لغه اجنبيه عم نحكي فيها، لكن هون صار للاسف يعني بالاخص الاطفال لسانهم صار عم بخلطوا بين العربي والتركي. يعني مثلا عم بقرا مثلا بلفظ الواو، الواو الفصيحه او بيجي على عم بقرا بعوجه او بضغط زياده، فهذا خطا في اللسان العربي. يعني يعني مثل اللي بيعرف انجليزي بيتعلم تركي كمان بيضوع بينهم اللغات بعضها. نعم طبيعيه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب، الله يحفظكم. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. يعني كمثال طيب في هذه المؤسسة الطيبة المباركة، ابن عبد العزيز جوخة ما شاء الله من الحفاظ المتقنين لحديث رسول الله، وقد سبق له أن شارك في كثير من المسابقات ويكون في المرتبة الأولى على من هو أكبر منه، هذا فضل الله عز وجل، فهو من الحفاظ الأوائل في هذه المؤسسة. فبنشط الأستاذ أنه يعطيه أكثر. والله يعني الأستاذ بحس حاله صغير أمام هيك قامة كبيرة. الله الله. ما شاء الله عليه. ما شاء الله هيك مستقبل حلو. بإذن الله. شكرا لك ويعطيك العافية. الله يسلمك.
فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت بذلك قال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى غشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل وفي رواية جناب ذو اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وفي حديث ابن عباس وأبي حبة رضي الله عنهم. ثم أرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام وفي حديث أنس. شكرا يا عبد العزيز تعبناك معنا. لا بقيتوا شاطر. بردان؟ ما في برد؟ ما في برد وبرد. احنا ختايره ومانا بردانين. ايه قال يا محمد قديش عمرك يا محمد؟ 11. اوه حلو هالرقم مان 11. ايه نعم. هلا كل سؤال بسألك اياه بتقول لي ايه منين بتجيب اسئله اذا بدك تجاوبني ايه بتلبكني هيك بالمقابله انت؟ ما بعرف. طيب شو اكلت اليوم؟ لساتني ما رحت الغدا. لهلا ما رحنا على الغداء يعني هلا شي ساعة تانية مروا على الغداء. فطرنا ايه شو فطرنا؟ ما بعرف نسيت ما فطرنا شي. لا لهلا ايه ما حلو انه ما فطرنا. ايه لو فطرنا كنا قلنا لك شو فطرنا. ايه يا محمد انت من حلب. ايه من اي منطقة بحلب؟ شو اسم الحارة؟ ما بعرف والله. يعني انت بتتذكر انه كنت بحلب؟ ايه بس يعني شو اسم الحاره؟ شو الترتيب يعني مين فيهم؟ ما بعرف والله ما بعرف هيك بقولوا لي انه بيحكوا لك عن حلب. ايه يعني انت بوسط المدينه طرفها هيك اللي بتتخيله واللي بتشوفه احكي لي اياه لنتذكر بعضنا فيه. والله ما بعرف شيء. هلا هون صرت تعرف تركيا اكثر. ايه يعني بمون بالمنطقة نيقول بتتحرك ما بتصير بتعرف تركيتك كيفة؟ وايسي. احكي لنا شوية تركينا شو؟ ايش احكي؟ اللي مثلا هلا في مصور عم يصورنا يعني في ناس واقفين هون في ناس عم تاكل في ناس عم يعني انه قديش بيبيعوا الخشب قديش بيشتغلوا قديش شو بيشتغلوا حفر كذا شو؟ ايش احكي بالاول؟ الحفر. ايه مثلا شو بيشتغلوا؟ بيزقوا المايه فيهم وضمده شنطه شنطه يابيو بيز صورة اضمه فيريوم اضمه فيريوم صورة الله بارا فيريوم اولا. انت عم تحكي يعني شوي شوي على مهلك بس انت بستعجل بالحكي ما اذا بدك ما؟ ايه بستعجل. يعني اذا واحد سمعك مبين انه تركي. ايه كل خلب تقولي انت تركي ما بقولوا لي انت سوري. محمد التركي شو هيك بالمستقبل ناوي يا محمد هيك مثلا بعد سنتين ثلاثة شو بتفكر بشو؟ بفكر اشتري سيارة هيك. هي اول شغلة. ايه في عنده عمي سيارة ميكرو. ايه ايه بسوا بتسوق الميكرو؟ ايه محمد طول بالك. بس يمين يسار كذا يعني حارات فاضية ما فيها حدا بتسوق. ايه بس هي مغامرة. ايه كويسي كويسي. مرة شافتني الشرطة بسوق موتور موتور بنزين. ايه ايه وشو سووا معها؟ ما سووا شي كملت انا ما رديت حدا. يعني طلعوا فيك ما صدقوا انه الولد شلون عملت طول كنت الموتور شلون مزبط امورك؟ الموتور كان صغير شوي. بين ما كان صغير يعني هذا الموتور بنزين الصغير. ايه هذا هو انت بس هو الشرطة ما حكيت معي شيء بس راحت صح لي شرطي ما رديت عليه كملت. شو قال لك؟ ما حكى معي شيء. التركي شو قال لك عيا؟ قال شو راي قال؟ قال قال يعني تعال. ايه ايوه ايه وبعد ورا انا ما رديت عليه وكملت معي شيء.
سرعته قديش الموتور وقت بتطلع فيه هذا البنزين؟ يعني بروح عيني جو ورجع، بروح لبورصة وبرجع هيك. تطلع بالموتور من هون لبورصة؟ ايه. انت؟ لا ما بطلع انا لك، بس اخذ مرة رايح على بورصة مرة. يعني رحت فيه لبورصة ورجعت؟ ايه. طب الطريق صعب، في سيارات وفي باصات وطريق دولي. ما بأثر، ما حكيت معي الشرطة ابدا، الكاميرات شافتني ما حكت معي. طب ما حكيت معك الشرطة، أبوك ما حكى معك؟ لا ما بيحكي معي، جديد ياخدها جديد للساعة. إذا جديد معناته يعني ما بينخاف عليه. ايه معه شهادة كمان، معه شهادة. أبوك لو وقفتني الشرطة بعطيها الشهادة. شهادة شو بتعطيها؟ شهادة سواه. شهادة سواق انه في مين يسوقه. ايه. بس الك ما في شهادة سواقة باسمك؟ في ابوي هيك. ايه. يا سيدي ابوك قلبه قوي. جريء. يلا معناته اذا من هلا على الطرق الدولية بالموتور، معناته بالمستقبل شو بتساوي؟ شو بتساوي بالمستقبل؟ ما بتخاف من شيء؟ ما بخاف من شيء. بدك تضحك انت قبل شوي، عن شو؟ لشو؟ موش اشي لك، قول فشخ لك يا محمد. موش اشي، موش اشي. يلا خلاص ما بدنا ننتقل عليك الأسئلة أكثر من هيك. يلا موفق محمد، أهلين. يا زلمة مملة والله، مملة اللي مقابلة مو؟ ايه. بتملل يعني من الأسئلة، أسئلة المذيع؟ ايه. يعني يقول له للمذيع اتعلم كم سؤال خلينا نتحرك، شو الأسئلة هي اللي عم تسألنا إياها؟ كلها أسئلة فاضية. ايه. وما له طعمة. يعني شو استفدنا من اللقاء؟ ما بعرف. يعني هلا اذا حدا تفرج علينا بيجيب لك ايش استفدنا؟ ما استفدنا شيء، كلياته اسئله بس واجوبه. ايه. اسئلتي كانت ضعيفه يعني ما لها كثير هي، بس اجوبتك قويه. ايه. هيك لازم يكون السؤال هيك صغير والجواب يكون قوي. ايه. ما؟ ايه. لك اهلي ابو حميد، تحياتي. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم.